احنا طبعا مكملين تغطيتنا مع مثال لسيدة إماراتية ناجحة هي عالمة وإحدى السيدات المؤثرات في المجتمع الإماراتي. ضيفتنا الآن هي مريم مطر، عالمة إماراتية رئيس مجلس إدارة ومؤسس جمعية الإمارات للأمراض الجينية، وأيضا هي أول إماراتية تتولى مهام وكيل وزارة الصحة. أهلا وسهلا بك، فخورين فيك. السلام. وسلامي للوالدة. الله يسلمك، سلامي يبلغ إن شاء الله. لأن أرسلت لي سلام معك. بتفرح الحين. أبد لا تستاهل. أول شيء إحنا فخورين فيك. الله يسلمك يا رب. أنت واجهة مشرفة للإماراتيين وأيضا لكل خليجي. حدثينا عن تجربتك. نعم. حدثينا كيف يتعامل يعني المسؤولين في الإمارات مع بناتهم الناجحات. نعم. بداية أشكركم على الاستضافة، وإحنا نبارك أنفسنا بهذا الحب الكبير اللي يجمع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. ولما نتكلم عن المرأة الإماراتية، المرأة الإماراتية ما تختلف كثير عن أي مرأة موجودة في الوطن العربي. الاختلاف الكبير هي كيف إحنا كنساء إماراتيات محظوظات بقيادة تؤمن بدور المرأة وتمكنها. ونلاحظ هذا الشيء من يعني من احنا صغار. يعني اليوم نتذكر، وخاصة نتذكر كلام يدتي الله يرحمه ويحسن إليها، يخبرونا في بداية الاتحاد لما بدأت المدارس النظامية في العين بشكل خاص، والوالد زايد شاف أغلب الطلبة اللي يجون المدارس من الأولاد، بدأ يشجع شيوخ القبائل إنهم يطرشون البنات حق المدارس، ما شاف فيه تجاوب جيد، فبالتالي قال لهم أي بيت يطرش يبعث ابني للمدرسة في نهاية الشهر أنا أضمن لهم راشن البيت، يعني 20 كيلو رز، 20 كيلو طحين، وضمن هذا الشيء. فبالتالي نشوف اليوم إحنا نتكلم عن 2018 أكثر من 67% من خريجين التعليم العالي هم من النساء. جميل. بفضل من الله سبحانه وتعالى اليوم إذا بنقيم دور المرأة الإماراتية وبنقيم مخرجات وخلنا نقول تأثير المرأة الإماراتية في بناء وطن زايد، خلونا نشوف شو قدرة المرأة الإماراتية تعطي الوطن، وأركز بشكل خاص في جانب الصحة والتعليم. يعني اليوم نتكلم إحنا عن قوانين وقرارات موجودة في دولة الإمارات تم تنفيذها، وإحنا كانت عندنا الريادة مع أن في دول عربية سبقتنا في ذلك. يعني اليوم نتكلم عن قانون فحوصات ما قبل الزواج، نتكلم عن قانون فحص الخدج، المواليد. إضافة إلى ذلك لما نشوف المرأة الإماراتية اليوم ما تبوأت المناصب عشانها امرأة، ولكن كانت بكفاءة وبعلم، إضافة إلى الدعم الكبير اللي حصلته من أخوها الرجل. يعني واللي يميز المرأة الإماراتية كذلك أني أنا كامرأة إماراتية مهما وصلت إلى أعلى درجات العلم والمعرفة لازلت أشد ظهري بأخوي الإماراتي، الرجل اللي نجاح أي امرأة إماراتية من نجاحها. وطبعا الفضل كله عقب الله سبحانه وتعالى لأم الإمارات اللي كانت العضد للوالد زايد في تمكين المرأة. نعم. يعني لا شك أنه للمرأة الإماراتية هي ليس فقط نصف المجتمع، ولكن كما ذكرت هي مكملة وفاعلة وبشكل جدا متميز، خصوصا عندما نتحدث عن دور المرأة في باقي الدول العربية. للمرأة الإماراتية مكانتها ودورها يلي أيضا ساعد بنهضة دولة الإمارات بشكل عام. إنجازات عديدة حققت، نتحدث عن مجال الصحة والتعليم معك ست مريم، ولكن ما هي التطلعات للعام المقبل؟ ما هي الآمال يلي تعمل عليها المرأة، أو بتحدثينا بالتحديد عن هذا المجال يلي عم تنوى أو تحضروا أنكم تبقوا بإذنها؟ أكيد. إحنا اليوم كوطن، كدولة، كحكومة ما نتكلم عن 2020 2030، نتكلم عن 2071. عندنا خطة واضحة ممكنة بأدوات التنفيذ، سواء كانت ميزانية، سواء كانت كادر متعلم مثقف عارف دوره ومسؤوليته وقادر على التنفيذ. هذا اللي يميز الوطن ودولة الإمارات. واليوم المرأة لما نحط هاي الاستراتيجيات ما نفصل بين المرأة والرجل، ولكن نمكن الفرد الإماراتي. اللي يميز المرأة الإماراتية أنها دوم تبادر. إحنا في تنافس جدا شريف مع أخونا الرجل الإماراتي، ونحاول قدر الإمكان نكون قبل، يعني نقول له ما شاء الله كفيت ووفيت
40 سنة كنتوا في المقدمة، حين الدور علينا أن احنا نكمل ونقوم بالواجب مثل ما يتكم الفرصة أنتوا في بداية الاتحاد. فبالتالي اليوم المرأة الإماراتية طموحها طموح وطن. يعني اليوم أنا كمريم مطر أمثل اليوم جيل من الإماراتيات اللي نبغى نرد فضل هذا البلاد علينا، ونضمن أن مثل ما زرعوا المؤسسين نضمن أن احنا نزرع لعيالنا، نضمن أن في جيل ثاني وثالث ورابع يروم يكمل اللي بناه الوالد زايد الله يرحمه. أنت والله دكتورة مريم تتكلمين برقي.